بالنسبة لأسئلة قلب الدولة في 2017، اللي صنف يعتبر إقليم البحيرات الخمس العظمى منطقة قلب إيه؟ طبعا البحيرات الخمس العظمى منطقة قلب اقتصادي، تمام؟ سؤال تاني معايا، تعد منطقة شمال وشرق أفغانستان منطقة قلب، طبعا في الاختيارات طبعا هختار قلب سكاني، تمام؟ تجتمع العاصمة وقلب الدولة في الولايات المتحدة ولا في مصر ولا في أفغانستان ولا في السعودية؟ تجتمع العاصمة وقلب الدولة، طبعا العاصمة وقلب الدولة بيجتمعان في القاهرة عاصمة مصر، يعتبر القاهرة عاصمة مصر قلب سياسي وكمان عاصمة تاريخية أو عاصمة قديمة. وهنا القاعدة اللي احنا بنتكلم فيها ودايما بنحب نهزر فيها مع بتوع الفلسفة، كل عاصمة قلب وليس كل قلب عاصمة. واحدة واحدة، كل عاصمة قلب، يعني أي عاصمة تمشي قلب، تنفع قلب. طب اديني مثال، القاهرة عاصمة مصر قلب وقلبها كمان السياسي، لكن وليس كل قلب عاصمة، مش كل القلوب عواصم. ازاي؟ او وضح لي. التوضيح هنا انه مكة المكرمة عاصمة المملكة العربية السعودية قلب ديني، ولكن الرياض هي العاصمة السياسية لدولة المملكة العربية السعودية، تمام؟ صنف أنواع القلب حسب الأهمية، طبعا الأربعة بالأربع أمثلة. دلل جغرافيا، يوجد في الدولة مواقع ذات أهمية لا تقل أهمية عن العاصمة اللي هي قلب الدولة، أيضا نفس الإجابة، تمام؟ من وجهة نظرك كل عاصمة قلب للدولة، ولكن ليس كل قلب دولة عاصمة لها. طبعا أؤيد هذه العبارة والإجابة قلناها، بما تفسر لا تقل مكة المكرمة أهمية عن العاصمة الرياض. أقول له لأن مكة قلب السعودية الديني والرياض عاصمتها السياسية. وضح أهمية قلب الدولة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. طبعا اقتصادية لأنه بتتركز فيه كافة الأنشطة والمؤسسات الاقتصادية داخل الدولة، والسياسية بتتركز فيه كافة المؤسسات السياسية. بكده يكون درس الدولة اكتمل معايا. يا رب يكون الشرح عجبكم، ويا رب نكون فهمنا درس الدولة واستفدنا منه معلومة، تمام؟ بنلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع درس مقومات الدولة الطبيعية إن شاء الله قريبا. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أستاذ محمود عبد الفتاح عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.